لود ما خاوتي والماء ولا الماء تاع البحر، وشنو الفرق بين الاحمر والازرق؟ واش هي لا ديفيرونس بين لو بلو والروج؟ لو كان نشوفو لو فلاكون بلو، الفلاكون بلو حنلقاو مكتوب فيه ايزوتونيك، متساوي التوتر. هذا يانا رايحين نستعملوه دون لو كا وين حيكون عندنا سيشخاس في نيفنا، سما نيفنا ناشف لداخل، قشره ناشفه، ونستعملوه بوغ ليجيان دوني، يعني نستعملوه باش ننظفوا الانف تاعنا. سما دون لو كا وين يكون عندنا ديكلاغ ولا خنونه ولا نخامي ولا نيفنا يسيل، هنا ورانا رايحين نستعملو لو بلو. الاحمر ولا الغوج حنلقاو فيه ايبرتونيك، لقاو فيه مكتوب ايبرتونيك، واش معناتها؟ معناتها عالي التوتر، ماهوش ايزوتونيك، ماهوش متساوي التوتر، عالي التوتر. ليبرتونيك ولا الاحمر نستعملوه كي يكون عندنا الانف المسدود، تسمى كي يكون نيفنا مبوشي بوغ لو ني بوشي، الانف المسدود تسمى يكون مغلوق نيفي وما نقدرش ميم با نريسبيري، هنا اللي حنستعمل لو غوج، نستعملو جوسكا 3 فوا باغ جوغ. اما اذا كان عندي نيفي سيل ولا ناشف باش نيدراتي نيفي وباش ندير ليجيان تاع النيف تاعي، تسمى بوغ ليجيان، نستعمل لو بلو. البلو نستعملو بليزيوغ فوا باغ جور، حتى لكل زوج سوايع ثلاث سوايع عادي. اما الغوج نستعملو تروا فوا برك باغ جور. تسمى ليك انت ولا لوليدك ولا البيبي تاعك راك عرفت وقتاش تستعمل لو غوج وقتاش تستعمل لو بلو. لي بارتونيك ولي زوتونيك ماهمش كيف كيف. اي بيان سور فيريفي على حساب لاج والعمر تاع وليدك، بيس كاين ابارتيغ العام، ابارتيغ دانو، ابارتيغ دوزو، ابارتيغ توازو، لا كاترو للفوق. بيس كي كان وليدك صغير بزاف واستعملت واحد ابارتيغ دو توازو تحرق له لا كلوازو نازل تاعو لداخل. دوك ردوا بالكم باش ما شاء الله.